التواصل يستمر والانطلاقات تتجدد في هذه التحديات المسائية والانطلاقات المتتالية والمتتابعة لتحقيق الناموس في هذا الانطلاق. آمال المشاركين في شوط القعدان الرئيسي بعدما أتى أيضا الحرسوسي بالظبي البادي بن محمد بن سهيل الحرسوسي والتي قدمها بالإبداع المدير والنهاية الممتازة التي ظهرت بها في الأمتار الأخيرة. أتى أيضا من المناطق الجنوبية بسلطنة عمان للمشاركة بوجود الظبي. هذا هو شوط القعدان شاهين البادي بن محمد بن سهيل الحرسوسي أو دابان يتواجد على مقدمة هذا الشوط. البادي بن محمد بن سهيل الحرسوسي يعلن بانطلاقة سلالة دابان بوظفيرة، بينما ثانيا اتحاد مسلة بن حمد بن دحروي العامري، ثالثا ياتي شاهين فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي يتقدم في المركز الثالث خلال هذا الانطلاق وخلال هذا الابداع. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، هذه النتيجة للاسماء الاولى التي تظهر في انطلاقة هذا الشوط. وشاهين البادي بن محمد بن سهيل الحرسوسي ياتي ليختطف الاشواط الرئيسية في افتتاح ال 1500 متر وافتتاح هذه المسافة من خلال هذه التحديات المثيرة بوجود هذه النوعيات المنطلقة لتحقيق ناموس هذا الشوط. هذا دابان، دابان دابان على المركز الأول، مخلاب، مخلاب، وصل أيضا الرميثي، حمداب سعيد الرميثي، قدوم، قدوم قوي، ولكن يبدو أن الحرسوسي راح بالناموس، راح بالمركز الأول من خلال انطلاق الدابان. هذا دابان يتقدم، هذا دابان يبدع في الأمتار الأخيرة لتحقيق النقطة الثانية خلال مساء هذا اليوم. أتى من السلطنة مشاركا بنوعيات ممتازة تظهر في الأمتار الأخيرة لا يهمها طول المسافة. هذا دابان على المركز الأول، تهانينا للبادي بن محمد بن سهيل الحرسوسي. المركز الثاني لحمداب بن سعيد الرميثي، بينما المركز الثالث كان الوصول والانطلاق والإبداع القوي من خلال أيضا تحدي شاهين فيصل بن مبارك بن فاضل المزروعي. دقيقتين وثمان ثواني كان توقيت دابان والذي ينحدر من سلالة دابان بوظفيره.